لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام انسى بق الطير ونجاري هو نطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. السلام عليكم ورحمة الله، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. ما الذي نعنيه بالأنانية؟ ولماذا يرتبط مفهوم الأنا بحب التملك والغيرة؟ كيف يتحول الطفل إلى شخص أناني عندما يكون المبرر الأسري لسلوكه أنه يسير على ما جبل عليه؟ هل الأسرة مسؤولة بقصد أو بدون قصد في تعزيز صفة الأنانية وحب التملك لدى أطفالها؟ أم أن الظروف القاسية والبيئة المحيطة من شأنها أن تأخذ أبعاداً أعمق في تأثيرها على الأطفال؟ لتصعب علينا تصحيح سلوكياتهم. الأنانية وحب التملك عند الأطفال بين الأسباب والمؤشرات والحلول هو موضوع عدد اليوم في هذا المساء، أناقشه وضيفي هنا في الاستديو الأستاذ ساسي موسى، اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك. أرحب بك أستاذ، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك. كما ستنضم إلينا إن شاء الله خلال هذه الحلقة الأستاذة إناس الصالحي، رئيس مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الطفل. أبدأ معك أستاذ ساسي، بداية نريد أن تعطينا تعريفا واضحا وشاملا للأنانية عند الأطفال. طبعا بالنسبة للأنانية هي حالة سلوكية موجودة عند كل الأطفال، تعتبر حالة طبيعية نتيجة التطور الفكري والعقلي والوجداني عند الطفل بصفة عامة، وأكثر شيء تنشأ هذه الظاهرة عند الأطفال هي تكون واضحة من سن احنا نقول فيها 3 إلى 4 سنوات. لكن كان في حالة سوء إذا نقول تعامل مع الحالة هذه تصبح متفاقمة وتصبح في مشكلة ممكن توصل لسن 7 أو 8 أو 9 سنوات. وطبعا الأنانية بصفة عامة هي حالة تنشأ أو حالة تنشأ نتيجة لأخطاء تربوية من الأسرة في حد ذاتها في إعداد الطفل. ينشأ في أسرة ممكن هو تعرض لمثير معين أو لمشكلة معين، يطلع منها الطفل هذا يكون ممكن يكون أناني نتيجة للمعاملة أو قصور في المعاملة في البيت أو تمييزه في البيت للطفل هذا، أو ممكن احتياجه لشيء أساسي من الأساسيات الموجودة في الأسرة ممكن يسلك هذا السلوك باش يرد اعتبار نتاعها كنوع من الثقة في النفس. لكن تعتبر الأنانية في سن هي 3 و4 و5 سنين ما فيش منها أي خوف، هي ظاهرة طبيعية ممكن الطفل يمارسها باش يشوف ردة الفعل من الناس اللي حايطين به، وزيها زي العناد زي التدمير زي قلة سمع الكلام العصيان، تعتبر الأشياء الطبيعية اللي تصير عند الطفل كمقاييس يقيسها مع الكبار، نوع من الخطابة ونوع من التواصل احنا نسموه فيه. لكن كان هي زادت لحدها ووصلت سن 7 و8 و9 و10 سنوات نقوله في ذلك الوقت مشكلة راهي كبيرة بخصوص موضوع الأنانية يعني. نعم، الأنانية كمصطلح وكلفظة ما الذي نعنيه بها تحديدا؟ هل هي مثلا عند الأطفال تكون الرغبة في التملك، حب الاستحواذ على الأشياء؟ الأنانية هي تمحور الإنسان حول نفسه، ممكن يشوف نفسه أنه متميز على الغير وعنده كل الحقوق هو اللي اكتسبها فقط وما عندهش الناس ثانية حقوق معاه، ما يعرفش الملكية، ما يعرفش الحدود في الحق ليه او عليه بصفه عامه احنا نسموه فيها يعني. وهي طبعا حب الذات وحب النفس بصفه عامه، حب تملك الاشياء بطريقه يعني مبالغ فيها، احنا نسموه فيه الانسان يكون اناني، ممكن من ناحيه الحب، من ناحيه العواطف، من ناحيه رد الفعل، وممكن حتى في يملك استحواذ الاشياء اللي هي الماديه مثلا، ممكن الالعاب، الملابس، الاشياء اللي خاصه بالطفل حدثها يعني. نعم، نحن حينما نتحدث عن الشخص الاناني الذي يتحاشى معظم الناس التعامل معه، لكن من الغريب أن نتحدث عن الطفل الأناني. هل من الطبيعي أن يكون الطفل منذ نعومة أظفاره أنانيا؟ يمكن يعني أن نقول بأن الأنانية وحب الذات هي من الأشياء التي يجبل عليها الطفل و أكيد بحكم أنت تعالى الطفل الصغير اللي قاعد في حجر أمه، إحنا نقول يترضى في أمه أو قاعد بين حضن الأم يعني، ترى حد مثلا يقعمس الحضن هو تصبح فينا يعيط ردة فعل طبيعية 100% فيهاش أي نقاش يعني. أو تلقى العيل الصغير موجود في الحوش تلقى فيه يعني زي ما تقول في رعاية خاصة به هو،
وجاي عائل ثاني جديد زي ما نقوله من بعده، تلاحظ فيه حكاية الغيرة حكاية الأنانية تلقاها موجودة هذه، لأنه هو يخاف ممكن ما عادش يلقى الحماية الزايدة، ما عادش يلقى الحضن الآمنة هو، وما عادش يلقى الرعاية اللي حايطين بها بالكامل الأسرة، تنشأ إلا اللي هي ردة الفعل هذه تنشأ، تعتبر ظاهرة طبيعية في حالة أن هي زادت لحد إحنا نقول راهي مشكلة. لكن كيف تزيد عن حدها؟ تزيد على حدها لما توصل لدرجة أنها مثلا توصل لدرجة الغيرة، توصل لدرجة الضرب والعدوانية، نقول هذيك راهي مشكلة. في بس سنة هذا موجود عند معظم الأطفال. إيه موجود. في حال شيء، في حال نحن ركزنا معها أكثر، لما بتركز معها أكثر زي تببي أنت أكثر وتدلع أكثر وتعطي زي ما تقول للطفل هو اللي مثلا عنده مشكلة الأنانية هذه أو حب النفس الطفل هو، تعطي له زي ما تقول مسائل المساعدة أو تعطي له الحماية الزايدة، تزيد أكثر المشكلة أكبر من هيك أو تنتبه له. مثلا هو غير من خوه وفي أنانية بينه وبين خوه، وأنت تجي معاه ضد خوه أو خوه ضد، هي تزيد معاه الأشياء هذه، تزيد معاه أكثر. ولازم يكون الأهل منتبهين للنقطة هذه، يعني متفشية من الأطفال، توصل النسبة متاعها عند الأطفال زي ما قلت لك الصغار توصل نسبة 60-65% توصل وموجودة، يعني خاصة الطفل اللي محظي برعاية كاملة من الأم والأبو ومن الأخوت. يعني هل نستطيع أن نقول أنها أمر فطري؟ أكيد يولد مع الإنسان. أكيد أمر فطري في حالة في التعاملات، في تواجد الإنسان مع التعاملات. وكان العيل متعود ان الحجر مثلا نتاع الام يعمل في اي واحد، او الام تاخذ اي طفل تحطه في حجره ما فيش اي مشكله، لكن كان هي تعطي رعايه كامله كامله وفجاه بتحوله بتجيب عيل ثاني، لا هذا المفروض لازم يكون. هذا يلاحظ اكثر يعني لما الام تجيب عيل على راس عيل، يعني بناته بسنه مثلا او سنه ونص، ينغر منه، تلقى الاول ينغر من الثاني، ينشا ان هي تنشا الغيره موجوده الاشياء هذه. ما هو لازم تهيئ انت الشيء، هو لازم تكون ام فاطمه تكون عندها شويه حكمه بحيث تدرج الطفل بأنه في حد جاي تاني ممكن يروح لعبه كبيره زي ما قلت في بعض الحلقات يلعبوا بها، هي الطفل في حد تاني بيجي الحوش، ما يجيش فشل الام تمشي ماشي جاي تعاين وصدفه خش الحوش وامرها عيل قبل عمرها هذاك ما عادش يلقى الغمر، تصير الانانيه وتصير الغيره تصير موجوده هذه. نعم. امر طبيعي جدا جدا، ما فيش منها اي خوف. كان توصل لدرجه العدائيه ودرجه الضرب ودرجه العناد وممكن مثلا بيعرض الطفل هذا الخطر، نقول احنا راهي في مشكله يعني نقوله. طيب لو تحدثنا بشكل اوسع، ما هي الاسباب التي تحول الاطفال باختلاف اعمارهم الى انانيين ومتملكين؟ كويس. هي مراحل الانانيه نتاع الطفل في 3 أو 4 مراحل نقولوا فيها. كان الانانيه وحب التملك نتاع العيل زي ما نقولوا فاحنا اللي مثلا كيف بادي يفهم العمر 9 شهور وسنه الى غايه عام ونص، هي ظاهره طبيعيه ما تبيش الانتباه هلبه هلبه، يعني انتبه لها وبيزيد بيعاند. المرحلة الثانية اللي هي زي ما تقول من 2 إلى 3 سنين يبدأ فيه انتباه أكثر، متيقن في شيء هذا موجود، إنه بيقعد في محل المراقب بيراقب البو والأم، ممكن الأم سلوك نتاعها أناني أو البو سلوكها أناني أو واحد من الخوت سلوكها أناني، بيحاول يقلد سلوكه هو يكتسبه كمهارة بيصارع فيها زي الناس اللي تتصارع أو نوع من التواصل. إيه. لكن الأنانية اللي هي زي ما نقول فاحنا من 4 إلى 7 سنوات هي ذيك راهي المشكلة، لأنها حتخلق لك شخصية نرجسية تحب نفسها فقط. لما بيخص المراهقة سن كبيرة يصبح إنسان شخصية متجنبة مش حيخالط لك الناس ويصبح متمحور لنفسه عند الأنافية. هذا من 4 سنوات إلى 7 سنوات؟ لا كان زي ما قلت وصلت سن المراهقة واستمرت مع المشكلة هذه يخش في النرجسية اللي نسموه فيها. هذاك هي نقص الخطر. لكن كان احنا نقول المشكله تزيد من 4 إلى 9 سنوات، فرض لازم ننتبهوا لها، لازم نعلموه الحق اللي هو الحق اللي غيره، نعلموه الحدود، نعلموه التعاون، نعلموه التواصل، نعلموه كيف يكون له دور في المجتمع، كيف يتواصل مع الناس. معلش هذا اليوم ليك وهذاك اليوم وضع لاخوك لاختك ما فيش مشكله، كان هو خذي حاجتك خذي غطاء نتاعك خذي فراشك خذي كندرتك خذي صونيتك، فرض لازم نوضحوا الاشياء هذه. هما في بعض الاهل سامحني في الكلمه يقول والله ولدي مربي تربيه خاصه، والواحد صينته بروحه وطاسته بروحه وملعقه نتاعها بروحه، شيء كويس حتى من الناحيه الصحيه احنا نراه نقوله كويس. نعم. يبقى ليش نعلموه حتى انه هو يتنازل الحاجه ويحاول انه زي ما تقول يعطاها للشخص الاخر، يعطاها للشخص الثاني، نوع من تطوع، نوع من صدقه، نوع من الايثار. الايثار ايه، هذا الشيء راهي مهمه، يدربها البو والام يدربها، ما ينفعش اني نشدد له في كل شيء. يعني لاحظ مدارس الابتدائيه في صغار يتضاربوا ويتعاركوا، العيل الشنطه مش حد من يمسها ولا كراسته ولا الهنزه نتاع المسطره، وكان ياخذها منه حد يقلب الفصل على الدنيا كلها، هذا اناني صفة نهضه. معلش سمحنا في الكلمه هذه، حتى الام لما يجي نعطي العيل انت اناني انت مسموم، سمحنا في الكلمه هذه، تحب حاجتك بروحها بس الاب زي تنعطى يحس كانها خاصيه هو متميز بها. نعم. يبدا يطبقها
لازم ننتبه من الاشياء هذه. غلطنا تنعت عيلك بالنحب زي هذا يتقمص الشخصيه هذه يبدا يمارسها مع الناس الثانيه تصبح في مشكله، خاصه زي ما قلنا احنا في سن المراهقه تمتد معاه يخش في النرجسيه حب النفس حب الذات او في الانفيه والشخصيه المتجنبه اللي ما تخالطلكش الناس، هذه تعتبر مشكله كبيره يعني. اذا اخطر مرحله بالنسبه للاطفال من مراحل الانانيه هي مرحله المراهقه، حينما تكون الانانيه في سن المراهقة. ونحن يجب يعني قبل سن المراهقة أن نعدل هذا السلوك في الأطفال، مش بنصلوش المرحلة هذه. نعم. من المرحلة زي ما قلت لكم 3-4-9 سنوات هذه مرحلة التدريب، مرحلة الاندماج، كيف يكون علاقات، يخش مع جماعة مع مجموعة معه في الفصل، يتعاون مع الناس، يتواصل مع الناس، يدير رفقة، يدير صحبة، يتعلم التعاون، يتعلم زي ما تقول يعطف على الأضعف منه، يعاون، يمد، يتعلم على الأقل الصدقة، يتعلم الهدية، يتعلم يمد الحاجة، يتشارك مع الناس المشاركة، هذه كلها أشياء كويسة بعد الطفل على الأنانية بعد. نعم. طيب الشخص الأناني هل من الممكن بسهولة أن نتعرف عليه من غير التعامل معه، أم أن هناك مظاهر وعلامات لا يمكن أن نراها في هذا الشخص الأناني إلا بالتعامل معه؟ طبعا ده باش يجيك كعين من قامز قامك يلعب ما تزبطش أنه أناني إلا ما جيت تدقق فيه أكثر تشوفه كيف يلعب. ممكن عنده أنانية في اللعب، يلعب كرة، كرة اللي هو بس مثلا احنا نقوله فيها يلعب ألعاب معينة بيلعب بس مش حد مني يلعب معه في ذلك الألعاب. باهي ممكن تشوف تصرف معه الثاني، ممكن لما احنا نعطوه وجبه اي وجبه من الطعام تحاول ان ينقز الحاجه الكبيره ياخذها اللي هو بس ما يستناش الدور نتاعه وما يقسمش حاجه الكبيره على الشخص الثاني يعطيه حاجه صغيره. تعرف ناحيه السلوك نتاعه ينعرف ما ينعرفش في 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 موضع معين فقط، ممكن تشوفه في عده اشياء يعني فهمت، ويتكرر هذا السلوك. ايوه يتكرر هذا السلوك عند الطفل، هو تشوفه كيف يتكلم كيف فيديو حتى في الالعاب. اهم شيء الالعاب، انت طول قبل انت مدرس رياضه او معلم رياضه يكون ذكي. عند الالعاب الجماعيه مهمه، تعلمك القوانين، تعلمك الحدود، تعلمك المشاركه، هذه اشياء مهمه تزرع في الطفل حب المشاركه حب التعاون. الالعاب الفرديه راهي خطيره، مازالت اخطر. انت على الصين واليابان ديما يحبوا عند الاصغر الصين الالعاب الجماعيه اكثر الالعاب الفرديه، ديما يخلف الالعاب الفرديه في سن الثانوي سن الجامعه زي ما تقول لعبه التنس، تنس الطاوله والسنترنج الالعاب الفرديه وحاجه من الالعاب القصد الفرديه بصفه عامه يعني يحبوا الالعاب الجماعيه. انا زمان سالت واحد قال لي لا والله باش يعلمهم المشاركه، يعلمهم التعاون، هذا شيء راي مهم جدا يعني، على الاقل تعلمك الحدود، كيف تتعامل مع الضعيف، كيف تكون سند ليك وكذا، هذه كل الاشياء تخلي من الانسان هو يتباعد على الانانيه اللي عنده بصفه عامه. يعني انت تقصد انه في المراحل العمريه الاولى لابد من الاكثار من الالعاب الجماعيه، بينما اذا تقدمت سن هذا الطفل ربما تكون هناك العاب فرديه كالشطرنج مثلا. اكيد ايوه، مثلا العاب البلاي ستيشن والالعاب الكمبيوتر، هذه كلها العاب خطيره جدا، تعلم الانسان الانانيه. نعم. تتعلم حتى في سلوك الكبار تلقاه مع الناس بصفه عامه، كل واحد هو الاول بياخذ حاجه الاول، هو الطفل بياخذها ظاهره وسلوك بيقلدها من الناس الكبار يعني. يعني سبيل المثال انا الامس كنت في الحلاق قاعد مزين مجموعه في الحلاق، الواحد يستنى في دوره اللي هذا خاش مستعجل وهذا بيخش هو الاول، ما فيش تعرف تشوف كيف الناس صبرها نافذ يعني. انت حتى في الطابور نتاع انت توقف في اشاره المرور نفس القصه، لا في بنزين لا في اي موضوع، تلقى الانانيه حب الذات، هذا موضوع خطير بيشبح الصابره بالاشياء والسلوكات الموجوده السلوكيات طبعا هي. وينعكس هذا على السلوكيات اكيد بالطبع. اكيد. لماذا يجد الاهل صعوبه في التعامل مع اطفالهم الانانيين؟ اين تكمن الصعوبه؟ والله الصعوبه تكمن في الام وفي البو، في شخصيه البو والام. العيل ما جاش طول اناني راه، لان ممكن سلوك البو في مشكله والام فيها مشكله. الام ممكن ما تراقبش، مش منتبهه، والبو مش منتبه. سامحني في الكلمه هذه، خاصه الموضوع هذا نازل فيه هلبه في المده الاخيره، لاحظتني في مدينه طرابلس تلقى البو والزوج والام يشتغلوا، ماذا بها بعد 3 شهور دور اول حضانه تحط فيه العيل، ما تعرفش نوع من السلوك اللي يعطوا فيه العيل نفسه، هو يكبر له فجاه يقول كان ولدي ما عرفش كيف نتفاهم انا وياه. كيف انت المفروض انت تجري على الفلوس وتجري على الماده، اجلي خذي اجازه سنويه وتضحي بها على الاقل تعرف كيف تربي ولدك على سلوك معين، ما شاف كيف تتواصلي معاه. ما تجيش لا انا والله غير نفوت 3 شهور ندور اول حضانه نحط فيه العيل يدور في دوام تام من الساعه 8 للساعه 4 في الاخير وكلا ما عرفش كيف نتصرف. سامحني، اي سلوك ينشا من الطفل احنا ما نلوموش لان الاهل والبو كانوا بعاد عليه، فهمت؟ طبعا السلوكات تتكون راه من المهد سبحان الله، من تكوين الانسان، من النمو نتاعها في المرحله العمريه، كلها تكوينات سلوكيه، كلها تبدا على سلوك، كلها عمليه تبني على بعضها، كلها بني على بعضها. اي خدش فيها او اي خلل فيها حتسبب لك مشاكل في المستقبل. يقول كان ولدي ما عرفش كيف نتعامل انا وياه، ولدي انا يحب نفسه، معلش حتى المحاباه ولا تجي تحب ولدك بس وتحب بنتك بس، نتعلم الانانيه. لما تجي تكبر انت يوم غضوه اول واحد يفكرك يفكر سامحني لوحك في دار العجزه ولا يبيع حوش لقى روحك في الشارع، هذا ولدك اللي دللته
اللحظة وندير دراسة الموضوع هذا ودرت البرنامج ويعني واضح 100% ما فيش أي نقاش، خاصة نحن من العائلة جنب ببو ونخيره لإخوته إنه أحلى واحد، إنه أشطر واحد وأذكى واحد، يصبح في غل، يصبح في حقد، يحب كل شيء اللي هو معاش، يحب يعاون خوته أو يمد العون لخوته، تزرع فيه أنت بذرة الأنانية، يزرعها البو الأم يزرعها. نعم، خاصة وتزرع بذرة الكره عند إخوته تجاه أكيد. هذا الطفل أكيد أكيد معاش يتواصل مع خوته، معاش يحبوه، يلقوا في الحماية ديما وخيرا ولدك وخيرا بنتك ولا ولدك بس تبوك كذا، خلاص حس روح أنه هو الكامل المتكامل في الحوش، أنه هو عنده السلطة الكاملة، أنه هو كل شيء لي هو، وهذا سبب عد مشاكل. وهلبا أسر إيه؟ أظن تسمع فيها تود ويقول لك صح ومظبوط الشيء هذا، أخطاء التربوية اللي تصير من البول أم، معلش أنت من هم كانوا صغيرين كما تكونش قدوة لهم وتتبعهم في صغرهم وتفهمهم وتتواصل معهم وتفهمهم من غلط من الصح، غلط لما يجي يكبر وتفاق من الموضوع بنعالجه ما يتعالجش. نعم. سيما أن الطفل الأناني يحتاج إلى معاملة من نوع خاص. أكيد أنك توضح له الحدود، فهم الغلط من الصح، توضح له هذا الصح وهذا الغلط، لازم تفهمه، لازم تشارك مع المجموعة، لازم تمد يد العون، لازم تساعد الأضعف منك، تحترم الكبير، تبجل حاجة اللي عليك. نعم. أنت سيدي واقف في طابور لقيت شبان كبير تقول معلش تعال وقف قدامي، مثلا أنت مثلا في حافلة في لفكو لقيت مرة كبيرة ولا حد كبير في ده برزات نوض وخلي الإمكان، هذا شيء راهي مهم كويس، شكون يدرب الأم والبو يعلموه، حتى ماشي مثلا ماشيين احنا في الطريق وكحاجة هذه نلقوا حد كبير في السن بتاعه مريض نكلم ولدي ترى شد عمك الحاجة ترى قص بها الطريق، مثلا ماشيين ولدي وبنتي في لفكو او في حافله وكاين حد كبير نوض يا ولادي خلي قام زعمك الحاجه باش تحصل الاجر، هذا شيء كويس ينمي في عند الطفل اشياء كويسه. نعم. انك تلقى البو تلقى الام عندهم انانيه بمين بيقتبس الاشياء زي هذه. طيب لو تحدثنا بشكل اوسع استاذ ساسي، ما هي ابرز الاخطاء التي عاده ما ترتكب في التعامل مع الاطفال الانانيين من قبل اهلهم ومن قبل معلميهم في المدارس؟ أكبر خطر إن مسايرة، ما تسايرش، مسايرة لازم تواجه، ما تسايرش، هو أنا يحب نفسه وسكر في دماغه، لا ما نسايرش، لازم فهم الغلط من الصح اللي ليه واللي عليه، وهذا شيء مهم جدا جدا، نحكي القصص اللي فيها الموعدة بحيث يمثلوها هم القصص هذه ويكون هو معاهم جزء في القصة هذه، ونعرفوا كيف يتعامل ونعلمهم كيف يصحوا الأخطاء متاعهم بالتمثيل بالكلام بالمحاكاة باش يتخطوا المشاكل متاعهم. لو كان كتبت سيرة يعني بتسيرة هو بزيد بيبب عليك احنا نقولوا فيها وبزيد بيستقوى عليك، وهذه من أكثر الأخطاء التربوية احنا اللي نشوفوا فيها رأى. المواضيع هي غلط ما ينفعش ما نفوتلاش، إنك كانك بتفوت له هو بيخترق الحجج بياخذ حجة عليك فمات وبيخذ لك الغلبة، لا ما ينفعش لازم نواجهه. تاني شيء لازم نفهمه اللي ليه واللي عليه نفس القصة. تالت شيء ما سمعش نعاقبه، والعقاب في منه عدة أنواع، بالحرمان ما نكلمهش ما ندويش عليه ما نعطيش الحاجة اللي يبها، كم ما سمعش نشد لود معلش مش. نعم، نحن سنأتي على جزئية العقوبة أكيد. ضمن العلاج والحلول لهذه الصفة عند الأطفال. أنت تحدثت الآن عن طرائق التعامل الأهل مع أبنائهم أو مع أطفالهم الأنانيين. طيب ماذا عن المدرسة ودورها في التعامل مع هؤلاء الأطفال؟ والله المدرسة هي بروحها سمحني في الكلمة هذه مش نقول الكل، قريب المعظم يبتوا في الأنانية، خاصة كان أمه مدرسة ولا أبوه أستاذ ولا أبوه مدير فصل المدرسة، كان مقعد كويس لي هو في الطابور يقفوا الأول انت يعودوا تطبيق على خاطرة يعاوف تطبيقه على خاطره صح والامتحان على خاطره، عندك تبت فيه الانانيه، عندك تميز عيل لعيل يتعب لك تصير مشكله راهي كبيره تصير، لا لازم نكونوا فاطنين المعلمين والاساتذه، لازم المعلم يكون قدوه والمعلمه تكون قدوه، لا ما ينفعش ندير الاشياء زي هذه، نعطي مثلا اللي جاي الاول المدرسه هو الفرد الاول في الطابور، اللي ينزل الاول من الاستراحه هو في الطابور نتاع المقصف هو الاول، لا غلط المحاماه دي راهي ماهيش مضبوطه، ياخذوها ذريعه ويتغلوا وحينتصر عليك زي ما قلت بكري، هذا من الأخطاء اللي تصير في وسط المدارس، المحاباة والتمييز بين الطلبة أكيد هذا موضوع يعني خطير. هذا نقربه ونبنيه أكيد لأنه من أسرة كذا مثلا أو لأن أمها معلمة في المدرسة أو أبوه مدير المدرسة، موضوع حساس وموضوع خطير. نفس القصة الألعاب مهمة جدا جدا خاصة الابتدائي والإعدادي، خاصة الابتدائي أكثر، الألعاب الجماعية مهمة جدا جدا، الأشغال الجماعية، حصص النشاط المدرسي، حصص النشاط المدرسي، حتى الحصة نفسها فرض المعلمة تقسم علية مجموعات يديروا مثلا اختبار مجموعات مع بعضهم، شوفوا مع بعضهم أي لعب أدوار فصل الفصل، هذا شيء مهم يحزز الثقة في النفس. هذه الأشياء الموجودة الآن في المدارس حسب متابعتك والله أنا حسب ما شفته أنا حسب المدارس كلها تتحجج بقلة ضعف الوقت
ويجري ما يجري وما دام بتكمل الحصه بكري وكانت تحصل حصه مرتين في الاسبوع بتمشي المصرف بحجه المصرف حجة. شوف فيهم يودي في ضغط كبير على المعلمين وان شاء الله ربي يعينهم. وهذا هم المعلم فرض يكون ذكي شويه يكون عنده حكمه يعرف كيف يقسم الفصل. احنا مشكلتنا استاذ الفيتوري ما عندناش المهارات التعليميه التربويه فرض تطبق فصل المؤسسه التعليميه باش العيل يحب المدرسه مش تكونش مؤسسه لحشو المعلومات فقط. لا المؤسسه التعليميه تكون اكبر من هيك طبعا وتو ينادي وتو حاليا يبي يفصلوا كلمه التربيه على التعليم بيخلوا التعليم فقط. هو صح في تعليم بس ما فيش امور تربويه الا من رحم ربك لبعض المدارس البسيطه جدا جدا اللي او باجتهادات شخصيه من المعلمين اصلا الامكانيات الماديه اللي مش متوفره للاسف الشديد. طيب هالانشطه هذه تحتاج الى امكانيات ماديه هي سهله يعني. اكيد تبي مش ما تبيش مثلا زي حصص الزراعه تبي مساحه كبيره فصل المدرسه تبي تربه كويسه تبي بودور الحصص نتاع الاشغال تبي القماشات تبي الخيوط تبي كذا تبي الطين وتبي الحديد تبي الاسلاك تبي عده اشياء رياضه تبي السله تبي الطائره تبي الكور تبي لها. وفي بعض المدارس تبارك الله فيهم يساعدوا يعاونوا في موجود شيء هذا. وزي ما قلت لك بكري حصص نشاط على وشك الانقراض قطيه حصص الرياضه والرسم يتعاركوا عليها تو عاد قريب تتم المدرسه شو ما زال شهر 4 شهر 5 ماذا بهم يكملوا المنهج بكري خاصه معلمين سامحوني نعم. المواد العلميه والادبيه اللي عندهم مواد طويله ياخذوا فيها وهذا مسبب مشاكل يعني. طيب استاذ ما نوع الاشياء التي يحب الاطفال ان يتملكوها؟ هل هي أشياء مادية فقط أم أن حب التملك يجعله يرغب في امتلاك من حوله مثلا كالأب والأم الحب الحنان من الأب والأم أن يتملك هو دون إخوته؟ هو شو بنقول لك الأنانية زي ما قلت لك بكري كل فئة عمرية عندها اتجاه معين الأنانية. العيل زي ما قلت لك اللي قاعد كيف يدرك بده يفهم شوية شوية على الأقل عمره 8 9 شهور إلى غاية عامين عند التملك اللي نسموه فيه العاطفي اكثر يبي يحب امه وابوه هم اللي يقيموا هم اللي يبوسوا هم اللي يجهزوا به هم اللي يتغمروا زي ما نقولوا فيها يلقوا حتى بينغروا منه. عام ونص من عامين ثلاث سنين تملك الاشياء الماديه ممكن الالعاب نتاع احتياجات نتاع هو الالعاب هو ياخذ العاب الغير عادي لكن حد غير مثل السلاح بده يعيط ويعارك ويدير ما يبيش الشيء هذا نتاع الالعاب ما يمثل من حد من ماليره دس العابك ياخذهم منك حط العابك يرفعهم منك وهذه الاشياء موجوده. بعتالي عندك اللي هي السن اللي هي حب القبول فصل المجتمع وحب القبول في المحيط نتاعها يبدا من 4 ل 9 سنين ماذا بيه يحبوه صار عمه وصار خاله وعمته واخواله كما سمتش عليه عمته ما بستش عليه ولا خاله ولا خالته كذا يقعد يبكي كذا يبغى غير مني من يهتم به. بعتالي اللي في سن المراهقه حب الظهور كان كل الناس ما انتبهت لهاش وكل الناس ما تعطاش نوع من الاطراء او ما شبحت لهاش شبحه كويسه يصير لها نوع من الجمود او نوع من الانعزاليه. وانا كل فئه مغريه عندها نوع معين من التملك. خلي عاد عند النساء لما يجي يتجوزوا تبي راجلها تشدها في كل كبيره وصغيره ومرتها في الغيره الزايده هي حتى هي نوع من الانانيه حتى هي ترد بالها في مرة تنغر من الرجل خاطر امه تحب اخواتها يحبوا او هو ناغر من مرته خاطر ولا يحبها هو ما يحبوش موجوده كل فئه عمريه فيها النغر وفيها الانانيه. اذا حب التملك يختلف باختلاف المرحله التي يعيشها الانسان. وخلي عاد في المجمعات الاداريه وخلي عاد الخدمه اللي كان خدمه فيها فلوس فيها مصلحه هو يملكها بس كان خدمه صار يعطيها الناس الثانيه موجوده هذه طبعا الماديه موجود يعني فعد انواع كما نتكلم على موضوع طويل عرض مش حلقه بحلقات يعني. طيب هل من الممكن ان يكون الاهل بشكل او باخر هم سبب في زرع هذه السلوكيات عند اطفالهم بحيث مثلا يكون الاب والام داخل البيت هم يعني فيهم هذه الصفه صفه الانانيه في مراحل الانفصال مثلا لا قدر الله فيعطوا مثلا أمثلة ونماذج سيئة داخل الأسرة تنعكس على هؤلاء الأطفال؟ أكيد إحنا ديما نقولوا فيها ناس لما يجي العيل الدنيا هذه راه يولد لك صفحة بهدارة من بيعبيه بالتخربيش؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يرحم والديك من بيعبيه بالتخربيش وبهالمشاكل كلها راه هو الأم والخوت الناس اللي حايطين به اللي حوالين الطفل هو نفسه لما بيلقى مالي في الحوش كل ما ترد بالك ياخذوا منك الحاجه ورد بالك تعطيهم منك الحاجه ورد بالك يضحكوا عليك ورد بالك ياخذوا حوايجك ياخذوا قدرتك ياخذوا النفس نتاعك ما تعطيش نفسك لحد كون انت بس ما تعطيش انت بيقول للولد اللي معك ولدك مثلا نفسه بيخون النفس نتاعك بكش في ولد معك مثلا مسكين جاب شنطه اقسم له اعطيه تعلم مشاركه تعلم انه يعطف على الناس الثانيه بكش الولد معك مثلا الدنيا ناوي بيجي الصيف اشرب نفس الشيشه اعطيه نفس الثاني على الاقل صب له فصاصه قبل ما تشرب منه كم نتكلم عن مرض التهاب الكبد او اعطيه شيشتين ميه مثلا عاد بيقعد حبوب عاد كي هلبة عاد اي مثلا شيشه ليه وشيشه للطفل هذا الاخر مثلا انت حالتك من دي كويسه
اهو زوز ديرات تمنو قصد قلم كان لازم معك في الفصل الظروف تاعها ولا القلم تاعها اعطيه ولا القلم تاعها تحصل الاجر عند ربي. علمه علم التطوع علمه كيف يعاون الناس هذه اشياء كويسه. لكن تجي الام والبو خايفين صغارهم لا ما تعطيش حاجتك لك كذا جي قربهم دس العابك يخنبوهم منك فهمني كيف دس حواجك يلبسوهم دس البلاصه شد لا غلط لازم تنتبه العيل راه يخزن لما يجي يكبر لك غضوه اذا حال المديه كويسه ومعاه شباهي ويجي امه تقول تراعوني وساعدني لابوه يقول لك انت زرعت الانانيه انك انت علمت حب النفس وحب الذات ما تجيش تقول لما يكبر تقول عليا وهو صغار ما عادش يعطوا فيا في ذيك الحاجه صح ولا مش صح؟ لان الاشياء كلها ديما احنا نقولوا فيها راهو العين الجمهور والبو والام ممثلين في المسرح راه والعين زي السفنجه اي سلوك بيجبح من البو والام بياخذه بيقتصبه لما يوصل سن معينه يبي يطبقه ويبي يمارسه. يعني البعض قد يقول لك الان يعني نخلو حاجه ابننا سايبه للناس كلها مثلا لا مش سايبه العاب ملابس تعلم معلش تعلم الحاجه حافظ عليها وتكون لي لكن تعلم كيف يعاون الناس مش تقول اعطي حاجه لكل حد ولا اهمل نفسك ولا اهمل كتاباتك وكراساتك والسندوتش نتاعك قول له حافظ عليه ما تقولش اعطي شيء لحد قول له حافظ على حاجتك يا ولدي معلش وما تضيعهاش قول لك انا جي حد وظروفه تعب معك في الفصل في المدرسه مستحق كبير وزايد اعطيه معلش يعاونه او ولاد مسكين نسى النفس نتاعه وظروفه تعبه اعطينا شويه من الخبز نتاعك فهمت علمه التعاون علمه ايه علمه بالقصص قصص السيره قصه النبي صلى الله عليه وسلم قصص الانبياء قصص الصالحين كيف كانت الناس تتعاون كيف كانت عندهم الشجاعه كيف كانت يحبوا الكرم موجود احنا عندنا في الكتب سواء زي حاتم الطائي عده قصص كانوا بيحكوا عليهم كيف كانت يعاونوا في الناس ويوقفوا مع الناس وهذا جزء من الاشياء اللي ياخذها الانسان المؤمن من الشجاعه من القدوه نزرع هذه القيم وهذه السلوكيات والمبادئ كلها في أنفس أبنائنا كي ينشأ عليها هذا الطفل أكيد. لأن الطفل ينشأ على ما عوده أهله صحيح. استأذنك أستاذ ساسي في الخروج لهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله كرما ابقوا معنا. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير. إذاعة تناصح المسموعة منبر لكل ناصح لكل ناصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلاتة عبر الأثير 89.3 FM، كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة منبر لكل ناصح لكل ناصح. حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن الأنانية وحب التملك عند الأطفال. وضيفي هنا في الاستديو الأستاذ ساسي موسى اختصاصي الإرشاد النفسي وتعديل السلوك، ومعنا الآن عبر الهاتف الأستاذة إناث الصالحي وهي رئيس مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الطفل. أرحب بك أستاذة إناث، مساك الله بالخير. مساء الخير. أهلا وسهلا بك أستاذة إناث. بداية، كيف تتابعين وجود العديد من الأطفال المكتسبين لصفة الأنانية داخل المدارس؟ وهل يمكن بحال أن نعتبر صفة الأنانية عند الأطفال صفة محمودة؟ السلام عليكم وكل من شاهد البرنامج القيم. صراحة تحية لضيفك الكريم أستاذ ساسي.
تبتدي صراحة الموضوع الأنانية موضوع مهم جدا، لأن للأسف أكثر الأحيان الأنانية نزرعها إحنا في أبنائنا داخل الفصول الدراسية، يعني بداية من المقعد الأول لمن ابن المعلمة اللي يجي الأول، هذا نوع من الأنانية. عندك مشكلة الأنشطة الأطفال صراحة ما فيش أنشطة اللي هي جماعية، يعني ما فيش حجرات خاصة توجد فيها أنشطة يبدع فيها الطفل والتلاميذ في مدرسة بمشاركة جماعية، هذا نوع من الأنا. إذا إحنا نعيش في أبنائنا داخل مدارسنا للأسف الشديد في بيئة اجتماعية سيئة من ناحية السلوكية تفهمها من نحن نفسنا، ساعات يكون الطفل جاي من بيئة يعني ما فيهاش الأنانية، ولكن إحنا نزرع الأنانية بطريقة السلوك أو النمط الخطأ اللي نمشي به في المدرسة. أيضا في سن المراهقة يختلف عليه الأطفال اللي هم في أولى ابتدائي ثاني، فكل ما كبر الطفل وتعود على جزء من الأنانية كل ما احنا عززناها أو خليناها فعلا إن الأنا هو اللي يأخذ حقه فينا زي ما نقوله، أو الأنا هو اللي ينجح في الموضوع هذا، أو اللي يجيب ترتيب الأول هو اللي مقرب جدا من المعلمة أو إلى ذلك. طيب أستاذة إيناس، هل من الممكن بحال أن نعتبر صفة الأنانية صفة محمودة عند الأطفال؟ هل من الممكن هذا؟ صفة محمودة قد تكون في بعض، هل لها جانب يعني إيجابي يعني أقصد؟ مثلاً إحنا ما نقولش نقول والله الأطفال تتكلم عن كيف مثلاً يقاسم في الصورة أو غيرها، بس في أطفال ما زال يعرفوش كيف يحموا نفسهم من الأمراض أو انتقال العدوى. مثلا قنية الماء لازم نعلم أن هذه خاصة بي وما يقدرش حد يشرب نفس العلبة هذه أو إلى آخره، بس أنا نقدر نحبب الأطفال ونقدر نعلمه صح فعلا يحب حاجة ويحافظ عليها، بس نعطيه ممكن نعطيه في إحنا نقول حافظة الإفطار بتاعه، نقول أولاه الفاكهة هذه نصفها ليك ونصفها لصديقك، يعني بحيث نضمن أن ابني ما يكونش إدائي مع الأطفال، نشارك في شيء بس نمنع في شيء ثاني، فهي قد تكون محمودة في بعض الأشياء الأشياء الشخصية، وقد تكون طبعا يعني سيئة لما يصبح المعلم يعامل في الشخص أنه هو كفرد، يعني عامل في التلاميذ إن الفرد هذا شخص واحد فقط مقرب مني لأن هذا مثل مستوى كويس أو أن هذا يجاوب بسرعة، فهذه مشكلة حاليا عايشين في مدارسنا للأسف الشديد. طيب أستاذة إيناس، ما نوع المشاكل التي ترصدونها والتي لها علاقة بالتملك وحب الذات عند الأطفال؟ أقصد داخل المدارس طبعا. أكيد هو في يعني مشاكل يعني صراحة يعني معروف مدارسنا للأسف الشديد جدا قاعدين نقول فيها، اللي هو التعامل مع الطلبة ما يتمش بطريقة التعليم اللي هو الاندماج أو ذكر التعليم احنا نقوله اللي مبني على المشاركة للآخر، وإنك تحبي أخيك ما تحبي نفسك، هذا في الإسلام موجود عندنا بس في التطبيق غير موجود صراحة. مثلا إن احنا لما نطلب نشاط من داخل المدرسة أو من داخل الفصل كمعلمة إن النشاط يكون جماعي، أنا مش حنعتد بأي نشاط طالما أنت مشتركتوش مجموعة، نقسم مجموعات الفصل وكل مجموعة نعطاها اسم وكل فريق يجيب نشاط مشترك مع بعض، اللي يقدر يكتب اللي يقدر يرسم اللي يقدر يلون اللي جاب موضوع من كذا، فهذا هو يحبب الأطفال في بعضهم وهم يحلوا مشاكلهم، ولكن لما أنا نقعد نميز العمل الفردي نقعد نبجل في العمل الفردي ونشكل في الشخص العمل الفردي هنا حتولد أنانية، حتصبح مشاكل سرقة الأدوات زي ما نقول احنا انتهاك حقوق الآخرين، أصبحت أني نكره زميلي اللي بدل ما كنت نحبه، نتعدى على أدوات ممكن نرميها، ممكن نتخلص من كرات باش قبل ما تشكرش مرة ثانية، هذه مشاكل حاسين بعض الأنانية أكيد. نعم. أكد لها في نقطة إيه؟ في التعاون مع في تنظيف الفصل تنظيف المدرسة الحديقة كما يكون في تعاون مشكلة تلقى في ناس معينة بس هو كلها ذكر اللي ما يقراش كويس في الجواج بتاع كويس هو ينظف الفصل هو ينظف الحمام، غلط، لازم يكون في تعاون في الأمور هذه باش نكد الأستاذ إيناس طبعا في النقطة هذه. نعم شكرا لك أستاذ ساسي. أستاذة إيناس، قلت لنا جملة مهمة قبيل الحلقة، أن تحرص على إعداد وإقامة وتأسيس رياض أطفال على مستوى لائق خير من أن نحرص مستقبلا على إقامة مراكز للعلاج، وفي القديم قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، لو من الممكن أن تحدثينا عن هذا. صراحة أكيد نشكر الإعداد السميحة، والله الموضوع جدا الله يمسيها بالخير في الوقت،
حكاية رياض الأطفال في ليبيا. أنا تأسست إني آخر ما من يعلم إن في رياض أطفال يعني مدارس رياض أطفال عدد بسيط جدا بالكاد يكون مدين رياض أو لكاد رياض لكل مجلس بلدي. وأنا متأسفة جدا إن ما فيش اهتمام من المنظمات الدولية زي منظمة يونيسيف المفروض تكون تضغط بقوة على الجانب التعليمي بحيث ينشئ أكثر من عدد رياض الأطفال. رياض الأطفال معروف إن هو الطفل يتم تأهيله الطفل هنا بيجي 4 سنوات في ليبيا نتيجة لعدم وجود مدارس رياض أطفال بالكمية اللي تستوعب العدد الأطفال اللي عندنا. فأصبح بدل ما يدخل الطفل عمره 4 سنوات أصبح يدخل هو عمره 5 سنوات يعني بعد ما تعلم الأنانية وتعلم قلة التعاون وتعلم هالأشياء ومعاش نكتشف حتى لو عنده أمراض. لأن رياض الأطفال مركز أو إحنا نقول روضة لمراقبة الطفل يعني تكون مربوطة بأخصائيين نفسيين واجتماعيين تكون مربوطة بالمركز الوطني مثلا لكفاح الأمراض مثلا الكشف على ضعف النظر الكشف لو في أمراض مثلا معدية الكشف على النمو فقر الدم للأطفال. ساعات الطفل يجيك صفحات ولا يجيك صفحة أولى ابتدائي عشر على سنوات يبدأ عنده مثلا ضعف نظر شديد ما نعرفوش عندنا أمراض مثل مزمنة أنت يعرف ولم يخش أولى ابتدائي وهذا خطير جدا. لازم تكون في مراكز عدة لرياض الأطفال أو تكون رياض الأطفال منتشرة بكمية أكثر وأوفر بحيث يتم اكتشاف تجنب لو في مشاكل مستقبلية ما يكونش عندنا بعد مراكز العلاج الحالة النفسية ونبدأ بعدين لأن كل دولة في العالم حاطة رياض الأطفال على شنو على بس هي تراقب شنو هدفها من هذا رياض الأطفال. هل هدفه ما يكون هو الطفل الاجتماعي في إنجلترا؟ هل هدفه إنه هو يكون الطفل يتعلم الصلاة ويتعلم ما يجب تحيط الأشياء في الدول العربية؟ له أهداف يعني لابد كلنا نهتم بموضوع رياض الأطفال. وسنتشرف أكيد عارف لما يدرب رياض الأطفال في المعلمات وشوف قديش نعاني من مشاكل مثلا لما نكون عندهم كثير من الأمور إن هم يعني مش عارفين هذا يعتبر إنه في طاقة وزارة التربية والتعليم من ناحية جنة باهتمام رياض الأطفال. نعم. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة إيناس الصالحي رئيس مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الطفل كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ ساسي، هل صحيح أن الطفل الأناني هو طفل خائف وبالتالي كل الأشياء التي يستميت في المحافظة عليها هي مجرد أدوات تمنحه الثقة وتمنحه القوة كتعويض عن مشاعر يفتقدها هذا الطفل؟ هي شو نقولك المشاعر كلها متسلسلة وفي الأول طبع تاني شيء بيطبقه تالت شيء تبدأ عنده نزع الخوف إنه بيفقد شيء هذا مش هيحصله لأن هو محصل تهديد من الأهل هذيك الحاجة كما تخدهاش طمعش ترجع لك بكل حياة لك حي يبدأ نوع من الخوف موجود عنده يزرع من التهديدات اللي تجي من الأهل راه ما حافظتش على الكتاب نتاعك راه بياخذوه منك وما عادش يلقاه مره واحده قد عنده خوف انه بيضيع ما عادش بيلقاه بكل لعبتك ما عادش يلقاه بكل نفس القصه عندها عامل الخوف فالهذا هو ما دام يتملك الشيء باش ما يضيعش منه نتيجه زي ما قلت لك التهديد اللي يصير من الاهل اللي يزرعوا له فيه رد بالك وتريح منك ما عادش تحصلها ومش حنعطيك مره ثانيه وبنعاقبك عليها وبنزوز مخاوف ما عادش بيلقاها وبيتعاقب عليها يعني انه هو ضيعها او فرط فيه. أيضا من العادات السيئة عندنا أستاذ ساسي هي لما نذهب لأقارب مثلا نسمح لأطفالنا بالاستحواذ على بعض الأشياء والعودة بها إلى منزلنا كألعاب أقاربنا مثلا ألعاب الصغار موجودة في كل العائلات حتى عندي أقارب عندهم صغار عندهم الحكاية هي لما جيت تكلم أول بوك لا قاعد صغير معلش قلت أنك تعلم فيه الأنانية حب الأشياء مش لي وتعلمها السرقة ويأخذ حاجة مش من حقه هذا أكبر غلط. إن زي ما قلت بكري لما العيل تعطي له حجة يلقاها من أم والبو يلقاها وسيلة لا أمي قالت كذا أنا خلاص ناخذ وخلي نرفع ونقيم مش لي لا غلط لازم تعلم العيل هيك حاجة ليك ليك ومش ليك ومش ليك مش غير في الحياش بالصراحة تصير حتى في المحلات تمشي عيلة كاملة سامحني في الأسواق الكبيرة تلقى معهم صار صغيرين يروح في الحوش بمستكة وبحلوة وبلعبة ما يقدرش يتكلم ولا محل يتحش ما تضرب عيل سوك نهض حاجة قيمها ما فتح لي يورد شار ولا فتح لي شمعدان ياكل فيه المفروض لازم الأهل ينتبهوا شمعدان بشكوت اي نوع مازال فيه شمعدان مازال فيه موجود ايه بشكوت يقول احنا شمعدان بالليبي ولا شو بنقولوا لما شمعدان نعرفه بروحه على فكره اللي بالشوكولاته مش شمعدان بتاع الشمع بروحه هذاك لا غير ليه وقت انا مش عارف اذا كان مازال موجود الاخوه في الكنترول قالوا مازال موجود قصدك هاي قديم طيب يعني. ما دام موجود ضوقونا يعني علمه شو أنا بسكوت اللي فيه الشوكولاتة يعني أنا بصراحة نحب اللهجة الليبية نحب اللهجة المحلية حتى مش ندرب لا أنا معاك الشمعدان هذا نعرفه شيء أنا معشرتها بس لذلك استغرب موجود كيف معشرتها
موجود اخي. طيب جردينه هذه جردينه ما شاء الله عندها اصلها شمعدان هي خلاص اول من دراها او من بدعوها الليبيين ما شاء الله زمان او ما تم تصنيعها تسرب الدول الثانيه الله غالب احنا ما نبدا الليبيين ما نكملوش يعني كان نبي نتكلم إيه؟ على المهم على المهم انت الان يعني قلت كلام مهم استاذ ساسي مش موضوع الشمعدان طبعا كلام اهم منا اكيد انه يمشي المحلات ياخذ حاجه مش فيهم يعني هل من الممكن وهل تعتقد أن الطفل الأناني والأنانية في هذا الطفل قد تصنع في المستقبل إنسان سارق وكاذب ومتحايل؟ أكيد وما عندهش أمانة. أكيد أكيد ما عندهش أمانة. أن الإنسان الأناني هو يحب لنفسه ما يحبش الشيء للغير، ما يلتمسش العذر لأي واحد، يبي كل شيء له هو، تصبح فيه أنانية، يصبح إنسان متمحور لنفسه ويصبح فيه نفور في المجتمع وما عادش فيه قبول له اللي هو أو الناس في المجتمع، وهذا يشكل خطر كبير وتبدا في عده سلوكيات ثانيه خطيره جدا جدا يعني، وخيانه حتى في التربيه وفي ارتكاب حتى الجرائم لا سمح الله، انه حيكون حيخون الامانه على عده مستويات، حيخون الانسان الاناني، يعني الانانيه ماهيش موضوع بسيط او موضوع سهل. زي ما قلت الاستاذه ايناس محمد مؤكد ان الكلام تاعها في رياض الاطفال، للاسف الشديد رياض الاطفال خاصه في ليبيا العدد تاعها ضئيله جدا جدا على مستوى منطقه طرابلس، احنا ما عندناش 9 رياض اطفال في طرابلس على كبرى يعني مقارنه بالمناطق الثانيه، وكل رياض الاطفال في ليبيا كلها رياض خاصه، هذا تاعها مادي مش نقول الكل، قريب معظمهم ماديين يعني ما عندهمش زي ما نقول حتى مؤهلات تربويه تعليميه او مش خلينا نحط رقابه باش يشوفوا كيف يشتغلوا الناس هما. نعم اذا كان البناء نتاعهم عمر 4 أو 5 سنين لازم يكون مراقب بوزاره التعليم على الاقل تشوف البرامج نتاعهم الناس هما، واحنا في ما عندناش رياضه اطفال، مفروض في كل مدرسه ابتدائيه في روضه مفتوحه على الاقل عمر 4 أو 5 سنوات على الاقل باش العيل يتعلم المهارات الحياتيه، مش رياضه الاطفال اللي حولت لمدارس يتعلموا فيها الحروف والارقام واللغه الانجليزيه والكمبيوتر وماشيين به، هذا كله يعني في مخاطر كبيره تشكل ذاك الطفل كان نتكلم يعني كان في الموضوع هذا يعني. متى يمكن ان نعتبر الانانيه شيء طبيعي عند الطفل طبعا، وبين ان نعتبر الانانيه هنا اصبحت اضطرابا يستلزم تدخل المختصين، ما الحد الفاصل بينهما؟ الحد الفاصل اللي هو التفاقم الموضوع اللي يزيد على حدها وتكرار المشكله. كيف نقولوا ان الانانيه زادت على حدها؟ لما كل شيء بياخذه وكل شيء بيعيط عليه وكل شيء بيتعصب عليه خلاص نقول صلي حد الفاصل وصل، لكن خذ حاجه وعيط شويه وسكت وفهمت وتمعلش كذا ومش في شيء ما في شيء يخوف يعني، لما تجي تتكرر العمليه مره واثنين تكرار العمليه تكرار الموضوع كذا مره نقول هذيك راهي هذيك المشكله. السؤال المحوري هنا كيف يمكن ان نعالج صفه الانا عند الأطفال، وهل للمرحلة العمرية دور في تحديد الحل والعلاج؟ أكيد كل مرحلة تبي علاج بتاعها الخاص، وأفضل العلاج يبدأ من الأول، ما ينفعش نسكت ونرقد ما نعدلش وما ندورش ونجي في قمة المشكلة نبي نعالجها في يوم واحد، هذا أكبر غلط. أول شيء نحدد المرحلة العمرية أكيد. والتي شو النوع المشكلة اللي عندها بالضبط، العلاج اللي تحتاج المرحلة العمرية هذه كيف نبدأ في العلاج؟ أول شيء العلاج لما يكون هو عيل صغير سهل جدا جدا، العلاج بالاعتذار، العلاج تعطي له أمثلة، العلاج تعلم الطفل أنه هو يتنازل، أنه هو يعطي، أنه هو ما يعاندش. لو كان هي زادت معه المشكلة وكبر شوية نحاول نفهمه الحقوق الحقيقية والحدود بحيث هو ما يتجاوزهاش الإنسان هو، كانت فاقم الموضوع نواجهه ونقول لك أنت عندك المشكلة هي المفروض تحولها المشكلة هذه، وعندك راهو صفة مش كويسة، راه الناس حتكرك ومش هيحبك حد، راه وترد بالك لأن فلان دارك ودارك صار له هذا الموضوع هذا، راه والناس كرهات، راه ما عادش متواصل معاه، راه والأنانية تجيب لبنادم تجيب له موضوع كذا وتجيب له المشكلة هذيك وتدير له هكي وتدير له هكي، لازم نفهمه بالطريقة اللي نقدروا نتعالجوا معها الشخص هو راه. كان الموضوع زاد لحد هذيك هي المصيبة الكبرى، يبي جلسات ويبي برنامج طويل عرض يحتاج لتدخل المختصين حينئذ. أكيد يبي أخصائي نفسي ولا أخصائي اجتماعي يقعد معاه يشوف شو المشكلة نتاعها بالضبط، يقام زي تاريخ عائلي يشوف نمدة المشكلة، ممكن هو عايش وسط عائلة عندهم حب التملك والأنانية أو عايش وسط مجتمع يحب الأنانية وناس تحب نفسها ما حصلش فرصة خش في الشيء اللي هو مع مجموعة من الناس وتشارك معهم. وإحنا عندنا مش موضوع خطير جدا إذا سمحني إني في المؤسسات الاجتماعية الأبهات والأمهات يحبسوا في صغارهم ما يطلعوش ما يمشوش، ما كيف تعلم المهارات هاي؟ نعم. ولما يكبر لك وكذا ما مشاش لعمامه ما مشاش لأخوانه ما مشاش لأقارب بتاع إنك أنت علمت الأنانية، ما مشيش للجيران ما مشيش للأقارب، كيف تتوقع منه كيف بيكبر كيف بيخلط يعني. طيب هل العقاب دور في تقويم هذا السلوك؟ العقاب بالضرب ما ينفعش من اول طيب مرة. اي انواع العقاب يمكن ان ننتهجها؟ اكثر العقاب معلش تكثر له من الكلام بخصوص الموضوع نفسه، يحسه زي نوع شيء ناقص في نفسه وهو نوع من حاسب الذنب الانسان كيف يعني نعطيه محاضرات؟ ديما ندوي له على الموضوع هو
ميملش الطفل؟ لا معلش، مرة اثنين ثلاثة كذا قصة ديما تكلم الموضوع هذا باش يرد باله. ممكن نحاول قصة نصلي نفسه وربعها نخليه يكمل بروحه القصة باش نعرف التفكير نتاعه وين ماشي بالضبط. كيف نوجه لي كلام مباشر مثلا افعل ولا تفعل؟ كلام مباشر في حالة انه خلاص وقع في المحظور نقول له هذا الشيء درته راه غلط ماهوش مضبوط. كان قال لي كيف انك انت درت هكي، انك انت درت سلوك على ناس انانيين وهذا سلوك الشيطان الله يبعده، المفروض ما تحلش به السلوك هو هيك تعطيه اشارات يعني. هل من الممكن ان يستوعب الطفل هذا الكلام؟ الطفل فيه في حالة سن صغيرة إيه؟ تقدر تدش معه بشوي أربع بشوي. سنوات وخمس إيه؟ سنوات يقدر يستوعب. علاش ما يستوعبش؟ إن هو دارك الشيء هذا، إنك تعطي له الصح والغلط، زين تعطي مبرر بشوي لي أنا تقدر تعطي مبرر يطلع من الأنانية متاعرة. العقاب مثلا يجي في الأخير، ممكن تحرمه، ممكن تعطيش الشيء اللي يبيه الإنسان هو تحرمه، حتى مشي زيارة ما يمشيش ما يطلعش ولا إذا كنت تحب تملك خاصة ما فيش طلوعي ما فيش كمبيوتر اليوم ما فيش لعب اليوم ده ما كنت أنا الكلام الموجه واحدة هل يكفي؟ والله حتى بال شو اسمه بالتمثيل معلش. لو مثلاً ممكن كنت طالع مدير على سلسلة صغيرة في الحوش لو مثلاً أنت طالع أنت وابنك مثلاً ولقينا إنسان فقير. إيه بالتمثيل. فأعطيته مثلاً دينار وقلت له أعطيه الإنسان الفقير هذا. إيه عادي. أو مثلاً حطيت له فطور ومع فطورة لصديقة لي في المدرسة، هذه كل أشياء ربما تعزز. تدرب إيه عند أشياء بالتمثيل لازم شيء هذا شيء مهم جداً جداً. بالتمثيل او بالممارسه زي ما قلنا احنا بكري ممكن ترافقه في اي مكان مثلا المعوضه اللي ماشي شايف السياره نركبوا فيه فيكم نركبوا في حافله ونشوف كيف نتصرف نلقى حد كبير نقول له شوف ندخلت الشخص يقام في مكاني يوم وضب نكبر ولا شي باني على الاقل هذا الاجر حيولي لي حيقفوا لي الناس وحيقعمزوا لي زي ما قلت حضرتك انت ممكن انت ندير فطورين نحطهم في شنطه نقول له هذا فطور لك انت وفطور لحد معاك ظروفه تابع اعطيه قول له شوف سبحان الله كيف تحس انت باجر كبير اعطيته للشخص هو يوم وضعت لك مشكله في المدرسه او حد يضربك او يجي حيحامي عليك. او تنسى فطورك تلقى من يعطيك فطور. نعم. او تنسى فطورك تلقى من يعطيك فطور. اكيد ايه. يوم لك ويوم عليك. ايه. موجود. كيف يمكن تصحيح سلوكيات الانا ابتداء من الاسره الى المدرسه؟ والله الأسرة باختصار شديد الأسرة كما ندمج السلوكيات هذه في الأب والأم ورد ينتبهوا لها يعني بصراحة زي ما قلت لك بكري الأم والبو يعني هم اللي بيورثوا السلوك هذا يكون سلوك مكتسب من الناحية الاجتماعية بيورثوا لأبناء متاعهم. نفس القصة برنامج المشاركة شيء مهم جدا جدا في الحوش في أعداد وجبة جماعية مرة في الجمعة في تنظيف الحوش في أعداد لزيارة حتى لما نطلعوا لزردة نقام ندير حلقة كبيرة ونقول احنا والله ماشيين لزردة مش طول انهم نبداو نسقدوا هاي كل واحد يعطي ورقه يكتب شو اهم مطالبات الزرده او شو بنرفع معنا بالضبط نعلم نوع من ابداء الراي يعني في الحوش حتى بنزوقه بنصينه نقام مع صغاري كلهم شنو بنزوق الدار شنو بنزوق وسط الحوش زوق المربوعه نفس القصه تعال المدرسه شيء مهم جدا جدا برمج المشاركه في اللعب في الامتحانات في التطبيقات نجي نقام مع الطلبه ندرس انا وياهم نقول لهم شنو رايكم انت نديروا الامتحان انا ندير التطبيق بين الامتحان يتبوه شنو تبوا البدايه نتاعها صح وغلط ولا علل ولا نقاط ولا أسئلة مباشرة هذا شيء رأي مهم جدا جدا هو يعطي من نوع المشاركة نفس القصة لما نجي نديروا لعبة معينة لعبة جماعية المعلم يعطي التقسيم ومرة مرة كل مرة ننوض حد هو اللي قسم المجموعة دي من اللي بيشد المرمى من بيكون الدفاع من بيكون الهجوم لعبنا مثلا درنا أشغال مع بعضنا بالطين أو باللوح أو بأي شيء نحط واحد من طلبة كل مرة نحط رئيس عليهم كل مرة وهكذا نقسم مجموعات كل مجموعة فيها رئيس ومساعد رئيس ونبدل الأدوار هذه كلها تعطي نوع من الأريحية ونوع من التعاون ونوع من الانسجام تتنحى كل اللي هي صفات الأنانية تتبعد لها كل البعد سمحني نحن في الجامعات لما يجي يقروا يخرجوا في الطالب يشتغل هو بروحه بس حتى في مشروع التخرج تلقى كل طالب بروحه ماشي في مشروع التخرج تلقى بروحه علاش تكونش في مجموعة عمل تشتغل مع بعضها صحيح حتى بيجي يعرض مشروع التخرج نتاعها تلقى بروحه بس طالب يعرض علاش ما يكونش جماعي كل واحد ياخذ جزئية باش ياخذ درجة امتياز مع بعضهم وهذا احنا مشكلتنا في الشيء هذا يعني شكرا لك استاذ ساسي موسى اختصاصي الارشاد النفسي وتعديلي السلوك على فكرة القهوة بردت وما شربتش قهوة انا قهوة ما شربتش فيها انتم حطيتوها لي قلت لكم تقعد زينة نيرة لقائنا الجاي ان شاء الله لقائنا الجاي ان شاء الله الشمعدان عليك الشمعدان الشمعت بشمعدان الماكله لا لا الشمعدان الماكله طبعا تكلمنا على البسكويت قلت مزال في من بس قبل ما نجي الحلقه فكرني وحنجيب لكم فيش مشكله حاضر شد بي بالكلمه تبي بالشوكولاته شكرا جزيلا لك الشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعه بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا هذا المساء لكم مني انا الفتوري غانم اطيب المنى السلام عليكم ورحمه الله
سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب حقق حلام.